اليوم عندي واحد الانطلاقة ديال الترويج السياحي ديال المؤسسات السياحية بالعالم القروي في هذه ساحة الأمل. اليوم غنسني واحد اتفاقية شراكة مع شبكة تنمية السياحة القروي بجهة سوس ماسة والجمعية الوطنية ديال النقل الدولي عبر القارات. الهدف ديالها هو الترويج بهذه المناطق السياحيه بالعالم القروي، خاصه خمس اقاليم اللي داخله في جهه سوس ماسة. وهذه الجمعيه الوطنيه ديال النقل الدولي اعطتنا كبدايه واحد 10 ديال لي سومي رومورك، درنا فيهم ملصقات جداريه ديال الاقاليم ديالنا بخمسه، جوج لكل اقليم، وهادو غيمشيو ان شاء الله لاوروبا ديال النقل الدولي ابتداء من اسبانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وجميع الدول الاوروبيه. ومستقبل ان شاء الله سيتم وضع المزيد من المقطورات امام رهن هذه الشبكه التنميه القرويه السياحيه بسوس ماسة، خصوصا السياحه القرويه. كما كتلاحظوا هذه المؤهلات والصور وضعناها وراء المقطورات لتسهيل المأمورية أمام السائح الأجنبي وكذلك المواطنين المغاربة لأخذ ذاك المواقع السياحية لكتروج والمؤهلات السياحية، وكذلك واحد الكدبار اللي غادي يسهل المأمورية أمام السياح للولوج إلى هذه المؤهلات الثقافية والسياحية بجهتنا سوس ماسة، خصوصا السياحة الجبلية. القرى بجهتنا سوس ماسة غنية تحمل مجموعة من المؤهلات يجب تسويقها ووضعها رهن المواطنين وكذلك السائح الأجنبي. هذه الفرصة فرصة كبيرة من أجل تعزيز فرص الشغل، خصوصا أمام الشباب وشابات حاملي الشهادات العليا. احنا كسائقين دوليين عندنا فرصة مثلا باش نعرفوا بهذا المنتوج في أوروبا، باعتبارنا يعني كنتنقلوا ما بين الدول الأوروبية من إسبانيا حتى الإنجليز حتى الشمال ديال أوروبا، يعني عندنا الفرصة باش نعرفوا بهذا المنتوج السياحي. ولا بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في الديار الأوروبية، ضروري حنا كنتوقفوا مثلا في ساحات الاستراحة، الباحات ديال الاستراحة، وهذا الملصقات ديال الإشهارية ديال السياحة، يعني ضروري غادي الناس غادي يسولونا على هذا المواقع هكا ولا هذا، يعني كان غادي نعرفوا مثلا بهذا المنتوج السياحي اللي كاين في المنطقة، ولا بالنسبة للمغاربة ولا بالنسبة للأجانب اللي كيسولونا واللي يعني كيبغيو يعرفوا هذه المواقع هذه وهذه المسائل اللي كاينه هنايا، المقومات السياحيه اللي في بلادنا. على بركه الله. كمل.